سعيد يقول إنهم يأتي من جنوب المملكة إلى مكة أو الجدة يجلس في أسبوع، أو للرياض يجلس 4 أيام 5 أيام أسبوع، هل يجوز له الجمع والقصر؟ والله يا إخواني هذه مسألة يعني الناس أساءوا استعمالها، يعني يجي الجدة مثلا أسبوع والمسجد بجوار الشجج المفروشة، يسمع الأذان ويسمع يشوف تجمع الناس للصلاة ويجلس يجمع ويقصر في الشجة. طيب هذا المنادي اللي ينادي يقول حي على الصلاة ويقول حي على الفلاح، من هو ينادي؟ ينادي الناس وأنت منهم، فلا بد يا أخي إذا كان ما عندك شغل ولا أنت مرتبط بعمل ولا تعبان من سفرك أنه يجب عليك يعني الذهاب للمسجد، إجابة النداء واجبة عليك. نعم. لكن إذا كان الإنسان متعب في سفره أو يريد أن يرتاح ليواصل سفره فهذا جائز لأنه مسافر، لكن الذي لا هو متعب من سفره ولا هو يتهيأ لعمل يقوم به وإنما جالس أمام التلفزيون وينظر الأخبار والأحوال والناس تحت الشجر المفروشة يصلون العشاء مثلا أو المغرب، أنا أشوف أن ما تبرأ ذمته إلا إذا أجاب النداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله الرخصة أتسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك رخصة. نعم. بقي معنا